ملف شديد الأهمية وهو قانون التأمين الصحي. النهاردة دكتور أحمد عماد وزير الصحة قال إن الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، وافقت على إحالته لمجلس النواب. بفكر حضراتكم إنه مشروع هذا القانون كان لفترة طويلة داخل أروقة مجلس الوزراء بهدف التعرف أو مزيد من التفاصيل، ما يعرف بالدراسة الاكتوارية لمشروع هذا القانون، لأنه من المفترض إنه مظلة كبيرة تغطي قطاع عريض من المجتمع، لم تكن تغطي فئاته بأكملها خاصة غير القادرين. وزير الصحة قال في مؤتمر الصحفي اللي عقد النهاردة في مجلس الوزارة أن القانون سينقل مصر نقلة نوعية كبيرة، وأنه بيغطي الأسرة المصرية وبيغطي جميع الأمراض. وفي ظل هذا القانون تتحمل الدولة نفقات العلاج للفئات غير القادرة. قال كمان رقم مثير للتأمل الحقيقة، قال ان تكلفة المواطن في النظام الحالي للتأمين الصحي 112 جنيه، في حين انه في القانون الجديد المواطن هيكلف الدولة 1300 جنيه، ولما تصل المنظومة للتطبيق بشكل كامل التكلفة ترتفع ل 4000 جنيه. طيب قال كمان انه القانون هيعتمد على انشاء ثلاث هيئات، والحقيقه ده مش خبر جديد، لانه طوال الفتره اللي دخل فيها مشروع هذا القانون الحوار المجتمعي كان دايما هناك حديث عن انه هيكون فعلا في ثلاث هيئات. هيئه هتكون معنيه بالتمويل، هيئه ثانيه معنيه بالرعايه الصحيه ودي هتمثلها وزاره الصحه، وهيئه ثالثه هي الرقابه والجوده. والهدف كما قيل وقتها، وربما نعرف تفاصيل اكتر، انه فصل هذه الهيئات عن بعضها يضمن جوده اعلى، وانه اللي بايده التمويل مش هو اللي يكون بايده الرقابة، واللي بإيده تقديم الخدمة الصحية مش هو كمان اللي في إيده الرقابة، وده يعني نوع من الأنواع اللي يضمن جودة أفضل.